بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. من هذا المنبر هذا كنبلغ التحية والشكر ديالي لجلالة الملك، كنطلب الله يحميه ويستره ويستر هذا البلد الأمين ويستر الشباب ديالنا ويحميهم هذا المرض اللي داخل هذا المغرب، والفاتنين اللي باغيين يفتنوا هذه الدولة. احنا كنحبوا هذه الدولة، وهذه الدولة هي الأمة ديالنا، حنا يبلى بها ما نكونوش. ولي لغرجعوه وحب الأوطان من الإيمان. وكنطلب من جامع الشباب، من جامع الإخوان، من جامع النساء والرجال في كل أنحاء من العالم العربي كامل والإسلامي وفي المغرب في ربع المغرب كلها، يدعوا معايا ويسمحوا لي. هذا اللي كنطلب، هذا اللي كاين. وكنطلب التحية والشكر لهاد الناس اللي كيخدموا الرياضة المغربية، منهم السي القجاع والمشاه والأعضاء اللي معاه كيخدموا الرجال الخفاء. وكنطلب الوطن ديالنا تزيد تحسن هاد كرة القدم. عشنا غادي نكونوا في صفوف الوطن، ما عشنا شي. كنطلبوا الانتصار. المشكل ديالي أنا هو الصدر ديالي والمرض اللي عطاني الله، حمد به الله. هذا ماشي مرض، هذا الله كيزورنا. المرض أنا اللي خايفا منه هو المرض اللي بغي يخاف يولي الوطن ديالي، واللي مالي ولي للملك ديالي، واللي ولي للدولة ديالي. هذا هو المرض الكبير يولينا الشباب ديالنا ولادنا. أما احنا هذا المرض هذا كيعطينا الله، فرحانين به، الحمد لله والشكر لله. هذا هو اللي كاين. أنا غارمز من هذا الوطن. احنا هذه الالتفاتة اللي بغيناها هما يشوفوا هاد الشباب، يتبعوهم ويعطيهم الحقوق ديالهم ويشجعوهم ويحميوهم. هذا اللي كنبغيو نقولوا لهذا الوطن هذا. غدا ماشي ليا انا، غدا واحد اخر واحد اخر واحد اخر يقوموا يخدموا البلاد ديالهم. وبلا ما نقول انا على هاد الناس هادوم اللي قال سيدنا كفاء، كاين الرجال كيخدموا واللي ما خدامين شي راه قالهم سيدنا وكفى. ما انا عندي ما نقول، ولكن ما عندي ما نقول قدام سيدنا اللي قال.